أيتها الأم، كيف استطعت تربية طفل لم يتجاوز 6 سنوات ليكون بكل هذه القوة؟ كيف استطعت تربيته إلى أن صار بوسعه وهو ابن 6 سنوات أن يلقن طفلا من عمره الشهادة؟ كيف استطعت تربيته بهذا الثبات حتى يطلب من طفل من عمره أن يرفع صوته وهو ينطقها؟ وكيف استطاعت أم الطفل أن تربيه على أن يعي بعمق الشهادة وهو يقولها بكل أمل والروح تغادر جسده؟ علميني يا أمي، كيف أعلم كل طفل سأنجب ما معنى أن يكون فلسطيني؟ فلسطيني بصبره وقوته وإيمانه ورضاه، عربي الدماء، فلسطيني العروبة.